كابتن سيد عبد الحفيظ الناشئ اللي جه النادي الاهلي، الحلم بدأ منين؟ اتحقق ازاي؟ ولا هو اصلا ما كانش حلم؟ والله بصي، يعني انا يعني مش عايز اقول كلام كبير قوي، مش بقول كده ان انا صح، مش معنى كده ان انا صح، لكن انا بتكلم بشكل منطقي شويه. يعني دايما الاحلام بتراودك لما تكون في المتناول، يعني مش ممكن حد يحلم بحاجه بعيده قوي وهو مش عايشها، يعني او بعيد ما عنه شافهاش او ما اتفرجش عليها او أكيد. ما قراش عنها، او مش هتحلم بحاجه انت اساسا مش في المحيط بتاعك. يعني احنا ناس من سكان القرى، يعني كنت انا من قريه اسمها قلم شاف في محافظه الفيوم، مركز اقصى، وكاي طفل وكاي واحد بيمارس كره القدم بشكل طبيعي جدا وتلقائي جدا، بيقوم من النوم بيروح يلعب مع زمايله او اصحابه وقرايبه، وبعدين بيروح مدرسته ويجي يلعب مره تانية، وبعدين ينام ويوم يخلص على كده. يعني في الثمانينات كانت التواصل ما بين الناس ما كانش على نفس المستوى اللي احنا فيه طبعا بالتاكيد دلوقتي، يعني فكان حياتك كلها منصبه او متلخصه في اللي انت عايش فيها، يعني في الاجواء ديت، يعني قرايبك، جيرانك، اصحابك، مدرسه، خلاص ده يومك. يعني بتتفرج على ماتشات الاهلي، بتتفرج على الدوري، كانت عندنا القناه الاولى والثانيه بس، يمكن في القاهره بدات تبقى في القناه الثالثه، لكن عندنا كانت الاولى والثانيه بس، فانت يعني بتتفرج على الماتشات، هي دي طموحك او هو ده اللي انت بتشوفه. يعني ففكره ان انت تنقل نفسك للقاهره دي اصلا كانت فكره مش سنك موجود عندك، صغير كمان مش 11 موجود 12 عندك اصلا، سنة، يعني مفيش مش التفكير موجود ده. عندك. يعني دلوقتي ممكن تسأل ولد عنده 5 سنين او 6 سنين، نفسي ابقى محمد صلاح هم بدأوا من اللي احنا اللي انتوا انتهينا منه، انتهيتوا عنه يعني بالظبط. هم بدأوا من الجزء اللي احنا نهيناه اساسا. يعني ففرق تكنولوجيا وفرق عصور وفرق تفكير، فمش عايز اكدب اقول لا، كان واحده من اهم احلامي واحده من اهم اهدافي. يعني هو ما كانش فيه غير ان انا تركيزي كله في الحته العلميه الدراسيه والحته العلميه، ان انت عايز تبقى حاجه. كنت يعني شاطر كنت شاطر، يعني كنت شاطر، مش اشطر واحد في الفصل يعني، واشطر واحد في بس المدرسه بتذاكر. لا مش مساله كده بس، يعني كان عندي مصنف يعني في الفصل، ان انت يعني واحد من الناس الكويسه يعني، لكن اشطر واحد في الفصل كانت في اسماء، كان في خالد وفي ياسر وفي احمد و يعني تامر، يعني الناس اللي انا فاكرهم فاكر. هو يعني طبعا لازم. طبعا لا فاكرهم جدا، لان هي ايام ما تتنسيش ابدا، ما تنسيش ابدا. يعني كم اخ واخت، ومين اللي شجعك ان انت، مين اللي كان وراك، مين اللي شاف فيك ان انت ممكن، حتى لو اخ كبير شاف فيك ان انا انت لا انت ممكن ليه يوصل؟ احمد هو اللي جاب لي اختبارات. يعني احمد كان بيدرس دار علوم هنا، وواحد من اللعيبه اللي كانت جامده جدا 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 على مستوى المحافظه، كان لعيب جامد جدا، كان لعيب سوبر يعني في كل ما حاجه. كملش ليه؟ ما ما كملش لان هي نفس الفكره، يمكن هو اقدم بقى شويه، هو اكبر مني ب 8 سنين، فبالتالي كانت الظروف اصعب شويه يعني. ف طبيعي جدا لما حد بيشوف حد قريبه، سواء كان ابنه او اخوه او ابن عمه او ابن اخوه ولا حاجه، بيشوف فيه حاجه هو ما حققهاش، فبيحاول بيحاول ان هو يحققها طبعا. في حد. فاحمد كان لعيب كويس قوي 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 على مستوى المحافظه كلها، كان اسمه يعني مشهور كمان، لما كان يبقى في ماتش ما بين بلدنا وبلد جنبينا ولا حاجه، كانك مثلا رايح استاد القاهره، الناس بلد كلها بتتفرج والناس كلها متعطشه انها تشوف اللقاء، ده كان لعيب كويس قوي. فبالصدفه البحته يعني انا قلتها كذا مره طبعا، لكن بعيدها. يعني هو بيتمشى حوالين النادي هنا، هو في جامعه القاهره بيتمشى حوالين النادي هنا، فشاف زحمه فسال ده النادي الاهلي طب بيعمل الاستمارات استمارات، فجاب استماره، وكانت استماره ب 2 جنيه كده انا فاكرها كويس قوي. اديت له ال2 جنيه ولا لا؟ انا فاكر الاثنين جنيه، لا طبعا ما الاثنين ادتهوش جنيه يعني. دلوقتي انت مديون عليك 2 جنيه. طبعا، لا انا مديون لناس كتير الصراحه يعني.